الاستفساء حول التصوير اللي غتعرفوا بلادنا نهار 1 يوليوز من اهم الاحداث في حياتنا. نمشيو لمكتب التصويت نقدموا بطاقه تعريف وبطاقه الناخب، ناخذوا جوج الوريقات وجواد البراء، ندخلوا للمكان المخصص لنا، نختار وحده منهم ونديروها في الجوا. هكذا غنكونوا عبرنا على صوتنا وساهمنا في تعديل الدستور في بلادنا من اجل حياتنا، مستقبلنا، مستقبل ولادنا والاجيال اللي غتجي بعدنا. نهار 1 يوليوز نكونوا كنا حاضرين.